مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخيرات أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع أحداث جديدة. في هذه الحلقة نواكب الحدث السوداني الكبير، وهو منح المجلس السيادي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحكم الذاتي. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا للحديث حول هذا الموضوع يسعدني هنا في الاستديو أن أستضيف المحللين السياسيين الأستاذ علي البشارة. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح. يا مرحبا. كما يسعدني مشاهدينا الكرام أن أرحب أيضا بضيفي العزيز المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم حامد. أهلا وسهلا بك أستاذ. يا مرحبا بك وبالسيد علي والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكما وبالمشاهدين الكرام. إذا نبدأ من الأستاذ علي. أستاذ علي، نتحدث اليوم عن ربما الخطوة الأبرز في إطار طريق السلام الشامل للسودان، وهو منح ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحكم الذاتي. في أي سياق يمكن أن يفهم المشاهد هذه الخطوة؟ نعم، طيب، الخطوة طبعا مربوطة أساسا باتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر المنصرم، العام المنصرم، بين حركات الكفاح المسلح بما فيهم حركة تحرير حركة الشعبية شمال عقار، وحتى كان في المفاوضات موجود برضو الحلو لكن انسحب، فهي جزء من الترتيبات وما يزال أيضا في إطار التفاوض الجديد هذا. فهي في إطار الاتفاق جوبا للسلام، وهي في إطار الترتيبات الشاملة المذكورة في البنود 7 و8 في اتفاق جوبا. طلع القرار اللي هو المرسوم الرئاسي من السيد الفريق هو عبد الفتاح البرهان بمنح ولايتي جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق حق الحكم الذاتي. الحركات دي كانت تطالب بما يسمونه حق تغرير المصير، مشورة الشعبية وحق تغرير المصير. ده طبعا بناء على الاتفاق اللي كان سابق اللي هو السي بي اي اللي هو اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، والأدى لانفصال جنوب السودان. وكان في مشورة شعبية وكانوا مصرين على أنهم يأخذوا تغرير المصير. فنفتكر ده جانب ممتاز جدا جدا، لأنه الحكم الذاتي هو وجود الإقليمين داخل السودان الواحد. والمادة نفسها ذكرت أنه حفاظاً على السودان شعباً واستقلال شعباً وأرضاً وكده، أنه يكونوا داخل طار السودان. نعم أستاذ عبد الرحيم، السياقة الدستورية أيضاً التي جاءت فيه هذا الإطار لو منح هاتين الولايتين الحكم الذاتي، ما الذي منح هاتين الولايتين هذه الخصائص تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة السودانيين طبعا كلهم في ما يخص المفاوضات وكذا كلهم اتفقوا على مسألة الحكم اللامركزي كعنوان رئيسي. نعم. وتحته توافقوا على مسألة الحكم الفيدرالي كنوع من أنواع الحكم اللامركزي. لكن منطقة النيل الأزرق ومنطقة جنوب كردفان هي ذات خصوصية، عندها علاقة بالأصل العرقي وعندها علاقة بالمكون الثقافي واللغوي والديني، ففي عدد من الاختلافات، وفي كذلك درجة من يسموهم التهميش، وممكن تسميه تخلف اقتصادي أو في مسافة بين بقية السودان وهذه المناطق نتيجة لعوامل كثيرة جدا، منها العوامل
الطبيعية وفيها العوامل. الحرب أيضا أكبر عامل من العوامل الذي غير عوامل الحرب، في عوامل التهميش نفسها والأمر التاريخي بأنها في بعض منها كانت مناطق مقفولة أيام الإنجليز، فتضافرت عوامل كثيرة جدا أدت لأن المناطق دي تكون أكثر تخلفا اقتصاديا وفيما يخص التنمية عن بقية السودان، بالإضافة إلى شعور الناس هناك بأنهم هم مهمشين ثقافيا ومهمشين لغويا، لأنه في بداية الحكم الوطني كان حتى في المدارس فرضت اللغة العربية فرضا، ومن يتحدث غير اللغة العربية في المدارس يجلد وكذا حتى يتعلم اللغة العربية قسرا. فدي سياسات ما كانت حكيمة في أنه ما حصل الإدماج الطبيعي والتثاقف بين المكونات الثقافية للمنطقة. ده كله أدى لشيء من عدم الثقة بين المناطق دي، بين سكان المناطق دي وبين بقية السودان. فلذلك لما نشوف البروتوكول أو الاتفاقية فيما يخص منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، نلقى في النصوص تقريبا في 6 نصوص تتكلم عن المساواة، لفظة المساواة، مساواة في الحقوق، المساواة في الواجبات، المساواة بين الجنسين، المساواة في عدم التمييز في الدين، عدم التمييز في كذا. فكثافة لفظ المساواة تعكس الواقع، تعكس الواقع في أنه في إحساس بعدم المساواة. فهي يمكن أكثر من 6 مواد في الاتفاقية تشير للمساواة في بعض الأشياء. الأمر الآخر في عدم ثقة برضو في السياسيين السودانيين نتيجة للتراكمات السابقة والتجارب السابقة، ولذلك بتلقى في تركيز أيضا في اتفاقيات المنطقتين على نسب محددة جدا لتقاسم الثروة، في أنه لازم يخصص 40% من واردات الجمارك والضرائب والإنتاج المحلي للإقليم، وكأنه ما في ثقة في أنه الحكومة المركزية حتقوم بدورة تجاه تنمية الإقليم. فالاتفاقية بعد هذه الخطوة كيف ستكون إدارة الواردات والصادرات والعائدات والجمارك والضرائب وهذه الأشياء؟ هذه ستدير الحكومة المحلية بالتعاون مع وزارة المالية الاتحادية أو وزارة التجارة أو غيرها، كل الوزارات المختصة، وتقسم النسب في قسمة الموارد بين المركز والإقليم، بحيث أنه الإقليم يضمن حقوقه في مخصصات الدولة وكذا. المسألة دي إذا طبقت بصورة جيدة وتم الالتزام بها ستؤدي لبناء الثقة بين الطرفين. أما إن أسيء التقسيم وما كانت النوايا صافية وكذا، فتجرنا تاني لما حصل في جنوب السودان في أنه لم تنفذ الاتفاقيات السابقة، مما أدى لأنه تكتب زي كتاب فرال أبي الألير السياسي الجنوبي النخبة السودانية وإدمان الفشل، أقصد منصور خالد ونقض العهود بتاع أبي الألير وكذا، مما أدى للانفصال. فهو الحكم الذاتي سلاح ذو حدين، إن أحسننا استخدامه سيصل بنا إلى سودان موحد اختياريا، وإن أسئنا سيؤدي إلى بذرة انفصال. حتى لا تنمو هذه البذرة أستاذ علي، كيف يمكن القضاء على أي بوادر أو أي مؤشرة أو أي علامات لظهور هذه، يعني لظهور الانفصال؟ لأنه في الأخير هذه خطوة الناس يعني يتمنوا أن تكون صحيحة في الطريق، في المسار السليم، في الطريق الصحيح. هي طبعا خطوة صحيحة جدا، حكم ذاتي، الديفينيشن أو التعريف بتاع الحكم الذاتي
انه حكم لا مركزي، الدولة المركزية او الحكومة تتنازل طواعية عن كثير من الصلاحيات للإقليم المحدد او المنطقة المحددة، وتتيح للمنطقة المحددة انها تنتخب حاكم للمنطقة للإقليم، وانها تنتخب مجالس تشريعية مجلس تشريعي، وانها تمارس كل الأشياء اللي بتمكنها من إدارة شؤون الناس، سواء كانت جانب إداري جانب اقتصادي جانب سياسي. فالديفينيشن بتاع التعريف للحكم الذاتي حسب الفقيه جيانيني الفقيه الإيطالي عنده زي ثلاثة أنواع، يعني بقول لك في حكم ذاتي تقريري ينتهي بالتقرير المصير، أي حكم ذاتي تقريري. طيب. في حكم ذاتي يعني اقتصادي أو مالي مالي اللي هو تركيبهم كلهم مع بعض، يعني مالي الاتفاق في جوبا بالنسبة للنيل الأزرق وجنوب كردفان كان 40% من موارد الإقليم، الموارد المنتجة محليا من الإقليم تؤول للإقليم نفسه. طيب. لاستخدامه في التنمية وفي إدارة شؤون الإقليم. جميل. كي. في 60%؟ 60% تمشي المركز. اوكي. في برضه يعني وصف ثاني انه مثلا الحكم الذاتي الاداري اللي هو ده حكم ذاتي اداري. اوكي. وده الاقليم هو يعني هو من يدير نفسه بنفسه، اي طواعية قد يلتزم ببعض المواضيع الاداريه المركزيه إذا رأى ذلك. يعني مثل أنظمة الحكم في ألمانيا وفي أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية كحكم بالنسبة للولايات. بالإضافة للثلاث تقسيمات في الوصف دي في تقسيمين اثنين زي دايمنشن كده، يعني إنك يعني هل الحكم الذاتي ده دولي ولا داخلي؟ إذا كان حكم ذاتي دولي وده بكون في حالات الدول المناطق المستعمرة والعايز تأخذ تقرير مصير. تغرير مصيره. اوكي. وفي الداخلي في الحاله الاولى دي بيكون في سياسي واقتصادي وكل شيء. نعم. ودولي وحتى سيادي. الحاله الثانيه داخلي within الدوله المركزيه، وبالتالي النيل الازرق وجنوب كردفان جبال النوبه كاقليمين او منطقتين، دي المنطقتين حيكون رافعين العلم السوداني وحيكون في كل مظاهر السيادة للدولة السودانية. اوكي. ما عندهم اي شيء انه هم يعني يطلبوا تقرير المصير على الاقل في الاتفاق ده، لانه الاتفاق واضح انه الحفاظ على السودان ارضا وشعبا وكذا. اوكي. فبالتالي انا افتكر انه هي خطوة ممتازة جدا ودوا كده. لكن اجابة على سؤالك انه هل ممكن تقود لانه الاقاليم دي زي ما قال المهندس انها تطلب تقرير المصير او تطلع من السودان الواحد وكذا، انا افتكر لا، ده يعتمد على شنو؟ على الاتفاق اللي حيكون موجود. يعني الاتفاق زي ما فهموا انا انه ده الموجودين كاقاليم داخل الدوله السودانيه عندهم بعض الصلاحيات التي تم انزالها لهم من ضمنها موضوع 40% وغيره، لكن ده لا يمنع من الرقابة المركزية. اوكي. ولا يمنع من انه الاتفاقات دي يعني تكون مرنة ويمكن تطويرها لقدام. يعني انا شخصيا بفتكر انه في بعض الاقاليم قد يكون فيها اشكالات كبيرة في إدارية واقتصادية وسياسية وفي اتخاذ القرارات وكذا، وبالتالي كل ما قللت السلطات المنزلة لهم وانت تراقب كل ما كان افضل، كل ما تطوروا في الاستخدام الامثل للموارد وكذا كل ما زودت لهم الموارد. نعم. طيب انا اضع السؤال هنا ايضا على الاستاذ عبد الرحيم. الاستاذ عبد الرحيم، ما الذي يمنع ربما البعض يعني يرى في هذا النموذج انه هناك منطقتان استقلتا يعني استقلتا بنظام حكمهما، يعني لنقول ما الذي يمنع أن يتكرر هذا المشهد في الشرق أو في الشمال أو في الغرب؟ هي دي من المحاذير بتاعة الحكم الذاتي،
دوليا معروفة أن دي من المحاذير اللي هي قد تغري بعض المناطق الأخرى في أنها تطالب بالحكم الذاتي. ولكن في موقعنا الآن فيما يخص جنوب النيل الأزرق وما يخص جنوب كردفان, هو الحكم الذاتي نفسه نوعين كأستاذ درع علي, غير التقسيم اللي تكلم فيه الأستاذ علي, إنه هل هو جغرافي ولا ثقافي إسمي كذا. فممكن يكون مجموعة قبلية أو مجموعة دينية أو كذا تعطى الحكم الذاتي وهي ما في منطقة واحدة, يعني ممكن بقانون ممكن آخر. ممكن نأخذ الأكراد كنموذج؟ ممكن الأكراد ممكن يكونوا مكان إقليمي, مكان محدد فيه حكم ذاتي, ولكن في بعض القوانين في أوروبا تختص ببعض الطوائف, هم كطائف عندهم حكم ذاتي لكنهم هم ما موجودين في مكان واحد, أينما وجدوا عندهم الحقوق دي وعندهم الحاجات هذه. نحن في السودان الآن أخذنا الحكم الجغرافي في منطقتين محددتين, ولكن في واحدة من الحياة الكويسة جدا حصلت في السودان يمكن في الفترة الأخيرة, هي كويسة وما كويسة نتيجة للنزوح ونتيجة للحرب ونتيجة لكذا, حصل تداخل كبير جدا ما بين المنطقتين وبقية السودان. فإذا جينا تكلمنا عن الإثنيات اللي موجودة في المنطقتين الآن, هم الأغلبية منهم الآن خارج المنطقتين. من إذن داخل المنطقتين؟ داخل المنطقتين أقلية. هو في بعض الناس أحيانا الناس الآن بتتكلم عن 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 إشكالات تاريخية, ولكن عدم الثقة هو اللي بيخلي الطرفين مشدودين جدا تجاه القضايا, واللي هي أحيانا تجد إنها تحركت على الأرض. فيعني مثلا السكان الأساسيين في منطقة جنوب كردفان هم قبائل النوبة. قبائل النوبة الآن موجودين في بقية السودان, في الخرطوم وفي حتى في الشمال السودان يعني. وفي الشمال وفي أي مكان, واللي موجودين خارج جبال النوبة أكثر من الموجودين في النوبة. طيب هؤلاء كيف ستحكم؟ بأي نظام؟ هل بالنظام المركزي أم بنظام؟ لأنه الآن نحن اتفقنا على حكم ذاتي مناطقي لمنطقة محددة جغرافية, فيبقى كل من هو خارج يقع في نطاق ولايات أخرى يحكم وفق ما تحكم الولايات الأخرى. وفي ارتباط بين الاثنين أيضا. في أمر مهم جدا إنه خلق حكم ذاتي في منطقة جغرافية محددة قد يخلق أقليات جديدة في المنطقة ذات الحكم الذاتي. هم أساسا كانوا أقلية, لذلك أقلية في الوطن الكبير. ولكن عندما تقطع قطعة الأرض هذه للحكم الذاتي بيكون داخلة في أقليات أخرى. فالأقليات الأخرى ممكن هي برضها تطالب بالحكم الذاتي داخل الحكم الذاتي. فيبقى الفيصل في إنه تحفظ الحقوق والواجبات والمواطن للجميع في إطار المنطقة الجغرافية الواحدة. في إطار المنطقة الجغرافية الواحدة, وهذا بيساعد أيضا في إنه إذا أنت أخذت حكم ذاتي في منطقة محددة ومارست فوقية ولا مارست بعض الاضطهاد على الأقليات الموجودة عندك, أنت برضك عندك أقليات موجودة في مناطق أخرى ستتأثر سلبا. فالمسألة دي بتخلق شيء من التوازن بالإضافة للحركة الكثيرة اللي حصلت, هذه كلها عوامل ممكن تقول إنه بتأثر أثر إيجابي في إنه نمشي في اتجاه الوحدة وليس في اتجاه الانفصال وتجزئة المجزأ, خصوصا إذا الشعب السوداني كله والحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي ساهم في إنه يقلل الفجوة في التنمية ما بين المناطق دي وبقية مناطق السودان, وحصل الرضا الأهلي, خصوصا إنه أساسا الرضا الاجتماعي ممكن يكون لدرجة ما موجود. فالمسألة بعد كده ما بتكون مغرية لأي منطقة أخرى طيب عشان تبدأ في مطالبة بحكم ذاتي أو نحن كذا. في الأول في الأخير أيضا نتمنى النجاح لهذه أكيد. نعم في الأخير بقية المناطق إذا ما رأت أن هذا النموذج صحيح وسليم, هناك أيضا نظام فيدرالي هو قريب ونظام الأقاليم هو قريب جدا من هذا النظام. نعم. أستاذ علي استباك هذه الخطوة
من المجلس السيادي إذا ما قرأناها في ضوء لا نقول فشل جولة المفاوضات، وإنما هناك أيضا تطويل لهذه الجولة، وهناك طلب لاستعادة هذه الجولة مرة أخرى وربما في أماكن أخرى. ما الذي يتبقى إذن من مطالب للحركة الشعبية مثلا التي يمثلها عبد العزيز الحلو إذا ما تم التوافق وقد حصل بهذا القرار وبهذه الخطوة ومنح ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا؟ وطبعا المرسوم الرئاسي الدستوري المفروض ناخذه بمعزل عن ما يجري حاليا في جوبا لحد كبير، لانه هو استحقاق لاتفاق سلام جوبا الاول. وكان لابد من تنفيذه. نفتكر حتى في 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 في, في الاجتماعات في الجولات الاولى المفاوض الجنوبي ذهب للخرطوم عشان يسرع بعض الاجراءات عشان تدي انطباع للحركه الشعبيه شمال جناح الحلو انه اتفاقيه جوبا الاولى للسلام ترتيبات الامنيه ماشيه كويس وهي متحركه لقدام، وتشجع ايضا على هنا عشان كده ده ما عنده علاقه مباشره. لكن يمكن برضو في اتفاق جوبا الاول في مفوضيه للحريات الدينيه، ودي بتضمن الحريات الدينيه لكل الناس. ودي اتفقوا عليها في جوبا بخصوص اللين الازرق وجنوب كردفان. وبالتالي الحريات الدينيه موجوده. انا يخيل لي المؤخر الاتفاق في جوبا حاليا بين الحركه الشعبيه شمال الجناح الحلو والحكومه السودانيه هو موضوع فصل الدين عن الدوله بتفاصيله كثيره، يعني بما فيها اللي هو اعمال الهنافقه الدستوريه. طيب اليست هذه الحركه الشعبيه في هاتين المنطقتين موجودة. طيب هذه المنطقة هي في الأخير من سترشح مرشحين معين، يعني سكان هاتين المنطقتين أو سكان هاتين المنطقتين هم من سيرشحون الممثلين لهم في المجالس التشريعية، وبالتالي المجالس التشريعية هي من تسن القوانين وهي من تضع التشريعات. طبعا. إذن لماذا استبق هذه الخطوة وجعل كما يقال جعل العرب أمام الحصان؟ أنا أتفق معك، لكن زي ما قال الباشمهندس عبد الرحيم إنه غالبية المواطنين اللي كانوا موجودين في المناطق المهمشة جنوب كردفان والنيل الأزرق من نوبة وفونج وغيرهم هم موجودين كمان في مناطق الإنتاج في السودان الكبير، في البحر الأحمر، في ميناء، موجودين في الجزيرة، موجودين في الخرطوم. وبالتالي إذا مشينا في اتجاه زي ما حصل في اتفاقية السي بي اي، اتفاقية بتاعت بين قرنق والحكومة السودانية الفائتة، الحكومة السودانية كانت تفتكر انه الشمال يكون في تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال، وفي الجنوب يكون في ما في شريعة، يعني القانون الجنائي المدني. اوكي، البنوك السودانية في الشمال تطبق النظام الإسلامي، في الجنوب يكون في النظام التقليدي اللي هو المعروف. لكن ده برضو كان مرفوض لنفس السبب، انك انت زي ما قال لك الباشمهندس انه فيها جانب إثني وجانب جهوي وجانب ثقافي، وبالتالي مواطنين النيل الأزرق وجنوب كردفان الموجودين في بقية السودان ينبغي ان يحسوا بالمواطنة بحقوقهم المتساوية مع غيرهم. طيب وبالتالي فصل الدين عن الدولة لا يعطي أي فرصة لتطبيق شريعة إسلامية في أي ولاية في أي إقليم من الأقاليم ولا في مركز إطلاقا. طيب أنا أتحدث الآن عن المنطقتين اللتين منحت الحكم الذاتي، هما من سيقرران أيضا الأنظمة والتشريعات والقوانين المنظمة لحياة الناس، من ضمنها أيضا حتى موضوع علمنة يعني القوانين الموجودة في هذه المنطقتين. السؤال هو لماذا لا يتم أو لا يوقع مثلا عبد العزيز الحلو وحركة الشعبية ويلتحقوا بمسار قطار السلام، وبالتالي كل ما يطالبون به إذا كانوا يقولون أنهم هم أكثرية وهم يمثلون أيضا جناح كبير في هاتين المنطقتين سيتحقق لهم بالسلم ما لم يتحقق لهم بعرقلة عملية السلام؟ هذا سؤال طبعا لكثير من السؤال أنا جبت عليه بأثبار أنه هم
نفس اللي حصل في المرة اللي فاتت حصل المرة دي، وزي ما قال لك الباشمهندس إنه عدد كبير جدا من المواطنين منطقتين موجودين في باقة السودان. okay. فإذا أنا سمحت بأنه كل الولايات أو الأقاليم الأخرى في السودان يكون فيها تطبيق للشريعة الإسلامية، حرية إنك تطبق ما تريد. okay. وبالتالي في النيل الأدر وجنوب كردفان يتم تطبيق العلمانية بصورة واضحة. ده مرفوض من الحركة الشعبية، لماذا؟ لأنه الحركة الشعبية المتكبة ترى أنه مواطنينها في كل السودان لا بد أن ينال حقوقه. أنه الإشكال مثلا أنك أنت مسيحي أو لا ديني تطبق عليك أو أن الشريعة الإسلامية وأنت في الخرطوم مثلا أو في مدينة ثانية. لكن برضو يعني ما قلته عن الانتخابات وكذا، منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان مناطق دي ما قال لك المهندس فيها تداخل سكاني كبير جدا جدا. يعني الإدماج فيها قارب إنه يصهر المواطنين السودانيين في بوتقة واحدة. وده بيخلينا نكون نحن متفائلين جدا جدا إن الحكم الذاتي قد يوصل لسودان واحد. وافتكر إنه ال يعني جنوب، يعني مثلا المرسوم قال إنه جنوب كردفان في المادة 7.1 قال النيل الأزرق حتكون إقليم جديد بنفس الحدود الجغرافية لولاية النيل الأزرق حاليا. نعم. جاء 7.2 قال إنه جنوب كردفان جبال النوبة حتكون بنفس الحدود الحالية. جاء في 7.3 تكلم عن غرب كردفان قال إنه غرب كردفان لا بد تنتظر مؤتمر الحكم والإدارة في السودان عشان تحدد حدوده. اوكي. وجزء منها طبعا حمشي لجنوب كردفان. اوكي. نعم. والكلام ده طبعا فعلا في الاسبوع اللي فات حصل مؤتمر في الخرطوم. اوكي. مؤتمر محلي لمواطنين غربي كردفان، جزء منهم طالب بالاندماج في جنوب كردفان يبقى النوبة اللي هم منطقة الفولة وانت ماشي. الجزء الآخر حيبقى في غرب كردفان، في جزء طالب بولاية جديدة اللي هي وسط كردفان. okay. الدائرة أقول شنو إنه الأغلبية في جنوب كردفان قد ما تكون للعرقية النوبية حقية النوبة. okay. قد تكون للعرقية اللي ممكن نقول عليها عرقية عربية. okay. لأنه في قبائل كثيرة جداً جداً الحوازم. المشكلة تحديداً أستاذ علي، هل المشكلة في شكل القانون، شكل النظام، أم المشكلة في آلية التطبيق وفي التطبيق نفسه؟ أنا أفتكر التطبيق إذا اتعملت الآليات السليمة والرقابة، لأن واحد من الأشياء مثلاً في حالتنا دي المحكمة الدستورية حتكون موجودة فوق وهي لكل السودانيين، لكل الولايات، لكل الأقاليم، وهي اللي حتحكم في أي خلاف. نعم. بين المركز واللي بيجي ما في مركزات، يعني في النهايه حيكون يعني كعاصمه مركزيه فقط. عاصمه مركزيه يعني. فقط يعني. استاذ عبد الرحيم، اذا ما اخذنا يعني كما عهدتك دائما متفائلا، ناخذ الايجابيات لهذا النظام وناخذ السلبيات وايضا المشاهد ومن يحكم على نجاح هذه التجربه من فشلها. والله هو ان احنا اخترنا كسودانيين، نبدا بالايجابيات الصراحه، احنا اخترنا كسودانيين الحكم الفيدرالي في اننا نحكم، لانه السودان واسع ومتعدد، عراق، ثقافات، قبائل، كله عندنا. في مناطق تاثرت بالحرب تاثر كبير جدا زي جنوب النيل الازرق وزي كذا، وتعرضت لظلامات ضخمه، ظلم رهيب. نعم. واهمال من السياسيين السودانيين ولا استثني أحد منذ الاستغلال. التراكم ده خلى في عدم ثقة، فلذلك الاتفاقيات الأخيرة دي في جوبا وفي غيرها هي ما عايز تكرر، لأنه قبل كده كانت في اتفاقيات حصلت في السودان وما كان فيها تدقيق كبير جدا على التفاصيل، فدائما بحسوا إنهم هم طلعوا من المولد بدون حمص. فالمرة دي عايزين نطلع بحمص، ما عايزين نطلع بدون حمص، عشان كده كان في تدقيق. أنا باختصار عشان نضعها في نقاط محددة، أنا لو كنت يعني مثلا ما متفائل بكون ما متفائل بنقطة واحدة وهي اللي هي التمييز في الموارد اللي هو وصل 40% لجنوب كردفان والنيل الأزرق. يمكن دي حالة خاصة.
لكن شفنا في الجنوب كان عندها تأثير في أنه لما كان الجنوب بياخد مثلا 50% من إنتاج البترول، المسألة دي كانت فيها إغراء بالانفصال. نعم. في أنه أنا لو اتفصلت هاخد 100% وهي 50. نعم. فأسى الآن 40% والتمييز ده قد يكون عنده، ولكن كمان في أشياء أخرى شغالة مضادة للاتجاه ده، وأنا كنت أتمنى أنه كل الأغاليم يكون في اتجاه في أنها تأخذ نفس النسبة في كل الحكم الإقليمي والحكم الفيدرالي لكل. نعم. المناطق. نعم. كنت أتمنى ذلك، ولكن طيب في سبيل السلام هذا أمر مقدور عليه. المسائل الأخرى، وجود المجموعات السكانية للمنطقتين، المجموعات السكانية الأصيلة للمنطقتين في كل مناطق السودان، وارتباطهم بأنشطة اقتصادية ومصالح اقتصادية موجودة في ولايات أخرى وفي أقاليم أخرى. تقول بأنه نسبة الغالبية يعني. نعم. الارتباط والتصاهر وغيره ده كله بشد نحو السودان المركزي. نعم. من أطرافه إلى الوسط، وإن كان في بعض الأصوات قد تشد إلى الخارج، ولكن الأصوات اللي حتشد إلى الداخل وهي الاجتماعية وهي الأهم، الاجتماعية والاقتصادية. والاقتصادية. نعم. نعم. الأمر الثاني، يمكن برنامج الدولة الآن كله في جذب استثمارات أجنبية وغيره، فالمسألة دي قد تؤدي لأي منطقة بتكون أكثر استقراراً ستكون أكثر جذبا للاستثمار. جميل. نحن وبالتالي المسألة دي تكون محفز لكل المناطق أنها تكون أكثر استقرارا. ونحن نختم بهذه الرسالة المختصرة مشاهدينا الكرام، المنطقة الأكثر أمانا هي الأكثر استقرارا وهي الأكثر جذبا للاستثمارات. إذا ما وضعنا أيضا هذا السؤال على الأستاذ علي البشار، أستاذ علي، ما الذي يميز هاتين المنطقتين عن باقي؟ أنا أتحدث عن نظام الحكم هنا، إذا كان هذا النظام الحكم محلي، طيب ما الذي سيكون في الشرق؟ ما الذي سيكون في الغرب؟ وما الذي سيكون في الشمال؟ أنا خلينا أركز لك أنه المنطقة دي اللي فيها جنوب كردفان، جبال النوبة، فيها النيل الأزرق، وفيها جزء من دارفور الكبرى، هي أغنى منطقة في السودان للأسف الشديد، لأنها منطقة نائية لم يتم استثمارها إطلاقا، وهي مناطق شبه استوائية وسافانا غنية. من أمدا فوق كم تمثل بالمئة تقريبا؟ من أمدا فوق اللي هي حدودنا مع أفريقيا الوسطى لحد الروسيرس، حدودنا بالنيل الأزرق، منطقة كبيرة جدا جدا، ذاكرة بكل ألوان الطبيعة، من معادن، من زراعة. تمثل كم من مساحة السكان؟ 10% إلى 15%، ما متأكد منه، من 10% إلى 15%، أكثر من 15%. نعم. لكن لو جينا حسبناها بعدين في الناتج القومي الإجمالي، نعم، قد تحصل 70%. أوكي. وبالتالي أنا أفتكر إنه فوائد الحكم الذاتي ده فوائد كبيرة جدا جدا. أولها إنه حل مشكلة قديمة، مشكلة التهميش دي مشكلة قديمة من 55. طيب النقطة. أوكي. النقطة الثانية، الحل ده بيخلي السودانيين كلهم يتساووا في الحقوق وفي الواجبات، وبيغرب الشقة بين السودانيين، وبيسرع الإدماج بين السودانيين، وسيضع أيضا التنمية بشكل متساوي في, في, في وبرضو بيخلينا نحسن إدارة التنوع في السودان. أوكي. برضو كونك تدي 40% للنيل الأزرق وتراقبة للتنمية، معناتها هتحصل تنمية متسارعة في الأقاليم دي، صح، وستتضاعف 60%، تضاعف أيضا أكثر يعني. كونك ميزت إقليمين جنوب كردفان والنيل الأزرق أنك أديتهم حكم ذاتي، معناتها أنت تيقنت أن عندهم إشكال حقيقي، وأنه في جذور للمشكلة أنت عايز تحلها، والاعتراف بالمشكلة هي أول خطوات الحل. وده بيسرع وبيزيد في إدارة التنوع في السودان، وده المطلوب. جميل. إدارة التنوع في السودان، انا افتكر التمييز عموما في صالح التنميه، لانه في النظام السابق، النظام البائد، كان مثلا ولايه شمال كردفان يكون عندها ميزانيه محدده 100 مليار جنيه سوداني فور اكزامبل، ولما نجي في الصرف يتم ممانعات من المركز، من وزاره الماليه،
لأسباب ذاتوية، أسباب شخصية، أسباب جهوية، أسباب سياسية، ربما تصل النصف بدل 100 يدوك 10. لما تجي العام اللي بعديه تطالب بالمية ومية وزيادة يقول لك أنت المرة اللي فاتت مش 10 ما كملتها، كيف نديك زيادة؟ أوكي. ده كله حس حينتهي، لأنه زي ما قبل برضو في كلام قلته أنت يا أستاذ حكيت 40%. 40% نحن بنطالب بها، لأنه جاينا حس المؤتمر الحكومة الإدارة. مؤتمر الحكومة الإدارة في حاجة أساسية فيها اللي هو الفيدرالية المالية. نحن منتجاتنا دارين نسبة منها 40% 50% 30% منتجاتنا. أهم نقطة أنا دار أقولها إنه مؤتمر الحكومة الإدارة المفروض ما يركز السلطات في الإقليم أو لأنه الإقليم حيبقى مركز ثاني، إنما ينزل السلطات دي للمحليات وللمعتمدين بسمى المعتمديات إداريات. طيب الآن بالنسبة سؤالي، تحدثت عن الإيجابيات وأيضا فصلت فيها. سؤالي هو ما الذي سيميز الأقاليم الأخرى؟ يعني في الشرق كيف سيحكم، في الشمال كيف سيحكم، الغرب أيضا كيف سيحكم؟ هو طبعا الحكم الذاتي بفهمه ده، الحكم الفيدرالي نفسه يعني حكم ذاتي متطور. يعني إحنا كلنا حاسس عندنا حكم ذاتي، حكم ذاتي باعتبار إن إحنا بنمارس الحكم. قد يكون في اختلافات طفيفة في تنزيل السلطات. أوكي. أنا مش عارف الاتفاق في جوبا حيطلع بشنو. أوكي. لكن لحد الآن أفتكر السلطات اللي حتنزل الأقاليم كلها حتكون مساوية لحد كبير جدا. أوكي. نعم. لكن الحاصل حسة في الاتفاق الثاني مع جوبا في جوبا. نعم. قد يصل لحاجة مختلفة. أوكي. لكن المهم في القصة إنه أهم شيء هو مؤتمر الحكم والإدارة وصراع النخب السياسية وصراع الجماهير على إنها تأخذ حقوقها الفيدرالية، الفيدرالية سواء كانت مالية سواء كانت سياسية سواء كانت إدارية. نعم. تتنزل للمواطنين يحسوا بها. نعم. وليس يكون في مركز ثاني موجود على 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 المستوى سوى المراكز السيادية. أيوة. الأساسية. أيوة. إذن مشاهدي الكرام نحن نختم أيضا بحديث الأستاذ علي البشارة وحديث أيضا الأستاذ عبد الرحيم حامد، شكرا لكم محللين سياسيين دائما معنا في قناة 24 سودان. ونحن مشاهدي الكرام نختم أيضا بهذا اللقاء لوزيرة أو وزير الحكم الاتحادي في السودان بممثل الوكالة اليابانية للتعاون وأيضا دراستها لمثل هذه الأفكار وسبل دعم هذه الأقاليم وهذه المناطق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا جايكا في الوزارة تحت الحكم الاتحادي، وجايكا معروف الخدمات بتاعتها اللي قدمتها للسودان لفترة طويلة جدا جدا، خاصة في المناطق الثلاثة ودارفور في الفترة الفاتت اللي هو المناطق الثلاثة كان مقصود بها في الوقت ذاك اللي هو جنوب كردفان، النيل الأزرق، أبيين، الصحة، للتعليم، للمراكز بتاعت التدريب المهني. ويكاد السودان كله يعرف المشروع بتاع جايكا، وقدم في الصحة برضو في المسألة بتاعت الغابلات والتدريب وكده، وعندهم مشاريع برضو قدموها في مساعدة الحكومات بالتدريب وكل المسائل اللي عندها علاقة بالحكم. برضو عندهم يعني تدخل كبير جدا جدا في شرق السودان، بالذات ولاية كسلة. المشروع ده اشتغل لحد الفترة بتاعت 2020. الآن نحن كوزارة حكم اتحادي بنستأنف العلاقة مع جايكا في نفس المشاريع أو الأرياز اللي هم كانوا شغالين فيها قبل كده، اللي هو اللي عندها علاقة بالمسألة بتاعت الصحة، المسألة بتاعت بناء القدرات بالنسبة للحكومات، في التعليم، في كل المسائل دي. لكن
في الوضع الحالي والسودان بيتغير، الاحتياج بالنسبة للمسألة دي مشى أبعد من كده. الآن نحن في الاجتماع تكلمنا عن إنه كيف نحن وجايكا نتعاون في المسألة بتاعت الولايات والحكم المحلي، وخاصة وهم يعني مهتمين جدا بالوضع بتاع الحكم المحلي وكيف فيه يقدموا المساعدات اللي نحن قلناها، في نفس الوقت يرفعوا كفاءة الحكم المحلي سواء كان على المستوى الرسمي والحكومي أو على المستوى بتاع المجتمعات. برضو تناولنا معاهم المسائل بتاعت الاتفاقية بتاع الجوبا وكل الحقوق والمنافع الجات عبر الاتفاقية للمناطق المحددة، وخاصة المناطق فيها الحكم الذاتي اللي هو الثلاثة مناطق، منطقة جنوب كردفان، غرب كردفان، النيل الأزرق، وإنه المرسوم الدستوري بالنسبة للمناطق الثلاثة اللي هتتمتع بالحكم الذاتي طلع وتعين الحاكم بالنسبة للنيل الأزرق، ومنتظرين إنه باقي المراسيم الدستورية تجي على المنطقتين اللي هو جنوب كردفان وغرب كردفان، ومعروف إنه فيهم هم حيجوا نواب ولا أكوردينج لاتفاق جوبا ويتعينوا الولاة بالنسبة للحكم الذاتي، وده بدينا يعني مساحة كويسة جدا جدا مع ناس جايكا، لأنه الحكم الذاتي بدي صلاحيات واسعة جدا جدا للمناطق دي على أساس إنهم يتعاونوا مع كل المستويات الانترناشونال، وإنهم يعني يحددوا المسائل بتاعت الديفلوبمنت وبتاعت التنمية بتاعتهم، لأنهم عندهم الحق بتاع التشريع البديم الحق في إنهم يتعاونوا تعاون واسع جدا جدا مع جهات كثيرة على سنهم يرفعوا من القدرة التنموية ويعملوا التوازن التنموي في المنطقة. Today I have a very good discussion with her, her excellency. أعقد اجتماعا مثمرا مع السيدة الوزيرة. And we confirm about the importance of the relationship between JICA and Ministry of Federal Government. وأكدنا على أهمية العلاقة ما بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الحكم الاتحادي. We JICA, Japan International Cooperation Agency, has a long history of supporting for this government. هذه الوكالة لها علاقة تاريخية في دعم هذه الوزارة. Especially in the people on the ground. وخاصة مع المواطنين على أرض الواقع. Especially, and we are conducting for assistance in Kassala and Darfur previously. نحن كنا في منخرطين في مشاريع تعاون في ولاية كسلا وفي ولايات دارفور. And we JICA is very welcome about the new government to providing for the very good effort for the people of Sudan. والوكالة اليابانية للتعاون الدولي سعيدة لمعاونة ودعم الفترة الانتقالية في السودان. This government do a very good job for the people of Sudan. هذه الحكومة ستقدم خدمات جليلة للشعب السوداني. However, due to the difficulty and so much change, they are under the very hard time to providing for good service of the people. ولكنها تواجه بتحديات كبيرة من ما يجعل مسألة تقديم الخدمات للمواطنين مسألة بها تحدي كبير. But most of the Sudan people are waiting for this opportunity, so we JICA is very happy to support this very critical situation. ونحن في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مستعدين لدعم هذه الفترة ومساعدة الحكومة الفترة الانتقالية لتقديم الخدمات للمواطنيها. Ministry of Federal Government has so much challenges. وزارة الحكم الاتحادي تواجه تحديات عظيمة. This government has so much expectations from many kind of the people. والمواطن السوداني له توقعات كبيرة من هذه الحكومة ومن هذه الوزارة. Especially for the autonomous government from several states. وخاصة في أقاليم الحكم الذاتي. And providing for the federal system. ونظام الحكم الفيدرالي. By doing so, try to cope with and address to the needs of the people.
ونحن بهذا التعاون ندعم هذه الجهود لمجابهة هذه التوقعات من شعوب تلك المناطق. Challenges of this ministry has is very huge. التحديات لهذه الوزارة كبيرة. However, JICA itself do our best to support this ministry. ولكن مكلف التعاون الياباني التعاون الدولي الياباني ستفعل الكثير من جانبها لدعم هذه الوزارة. For the bright future of the people of Sudan. ولرفاهية الشعب السوداني ومستقبلهم. I try to establish strengthen our relationship further. وأنا سأعزز من وأدعم من العلاقة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وهذه الوزارة والحكومة الانتقالية.